السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. كنديروا التحاليل الخاصه بالغده الدرقيه لاغلانتيويد، راح يتم تحليل ثلاث هرمونات مع بعض اللي هما تي 4 تي 3 و تي اس اش. يقدر يكون الخلل في واحد فيهم او اثنين والباقيين يكونوا في القيم العاديه. الهرمون اللي يكون فيه الخلل هو اللي يحدد نوع الاصابه اللي عند المريض. الغده الدرقيه هي غده ذات افراز داخلي، سيتون جلوند اندوكرينيان، يعني تفرز هرمونها مباشره الى داخل الدم. هي تقع في الرقبه، تاخذ شكل الفراشه على جانبي القصبه الهوائيه، وخلفها كاين الغده جاره الدرقيه لا جلوند باراتيرويد، ولا يجب الخلط بينهما. الغده جاره الدرقيه تجي تنقسم الى اربع فصول اون كات لوب، وهي مسؤوله على افراز لا باراتورمون البي تي اش، واللي دورها الأساسي هو تنظيم نسبة الكالسيوم في الدم. أما الغدة الدرقية فتقوم بإفراز التي 4 لاتيروكسين، واللي راح يدخل في جميع عمليات الأيض والحرق لجميع خلايا الجسم. التي اس اش واللي هو تيرويد ستيمولايتينغ هرمون، هو الهرمون اللي يقوم بتنبيه الغدة الدرقية وتحفيزها باش تخدم لاتي 4 التيروكسين. التي اس اش يفرز من قبل الغدة النخامية لا جلوند بيتويتر، واللي بدورها خاضعة إلى تأثير جزء من المخ واللي هو الإيبوتالاميوس. أكثر شيء تحتاجه الغدة الدرقية باش تخدم لاتيروكسين تي 4 هي ذرات اليود، لأنه تي 4 نسبة لاحتوائها على أربع ذرات من اليود. لكن هذه لاتيروكسين لاتي 4 هي عنصر قليل الفاعلية، سرعان ما راح يتم تحويلها إلى تي 3 بحذف ذرة واحدة من اليود والحصول على تي 3 واللي هو العنصر الأكثر فاعلية. عملية التحويل هذه من تي 4 إلى تي 3 أكثر عنصر راح يكون مطلوب فيها هو السيلينيوم، وهذا اللي خلينا دايما ننصحوا لمالادي إذا كان عندهم انخفاض في تي 3 أنهم ياخذوا سيلينيوم، سواء من الأغذية اللي تحوي عليه أو كمكمل غذائي. عملية التحويل من تي 4 إلى تي 3 وحذف ذرة اليود راح يتم في كل من الكبد والمرارة، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي والكلى، وراح يتم استخدام ذرة اليود المحذوفة من قبل خلايا هذه الأعضاء وتحتاجها في النشاط تاعها وفي عمليات الحرق تاعها. بما أن هرمونات الغدة الدرقية هي متحكم أساسي في عمليات الأيض والحرق، بالتالي فالارتفاع تاعها راح يؤدي الى تسارع في الحرق وظهور اعراض معينه، والانخفاض تاعها راح يؤدي الى تباطؤ في الحرق وظهور اعراض اخرى معاكسه للاولى. معناها اذا كان عندي خمول في الغده الدرقيه وقصور في انتاج هرمون التيروكسين راح يكون عندي تباطؤ في عمليات الحرق، راح يؤدي الى الخمول، راح يؤدي الى زياده في الوزن وانخفاض في ضغط الدم، راح يؤدي الى تشوش في التفكير وحتى الاكتئاب، راح يؤدي الى بروده دائمه في الاطراف وصعوبه في تنظيم حراره الجسم، راح يؤدي الى تساقط الشعر وبهتان في لون البشره، راح يؤدي الى ضعف الكتله العظميه، وراح يؤدي حتى إلى ضعف الحيوانات المنوية وقلة حركتها عند الرجال. أما إذا كان العكس، ارتفاع في نشاط الغدة الدرقية وارتفاع هرمون تيروكسين، راح تظهر أعراض معاكسة للأولى، يعني الوزن راح ينخفض بشكل ملحوظ، راح يكون ارتفاع في ضغط الدم وفي نبضات القلب، راح تكون حرارة الجسم مرتفعة والتعرق يكون شديد. من بين الأشياء اللي تضر بالغدة الدرقية وتؤدي إلى خلل في عملها هو ارتفاع كل من الكورتيزول، الأنسولين والأستروجين عند السيدات، وهذا ما يجعل السيدات أكثر عرضة لأمراض الغدة الدرقية من الرجال، خاصة إذا كانت أخذت حبوب منع الحمل لفترة طويلة، لأن الأستروجين يقوم بالتداخل مع الجلوبولين اللي تنقل التيروكسين في الدم، وكأنه يأخذ مكانه ويعطل الإفراز تاعه. الغدة الدرقية تقدر كذلك تتعرض إلى أمراض المناعة الذاتية لمالادي أوتو إيميون، من أشهرها لمالادي داشيموتو، وين يقوم الجسم بالجهاز المناعي تاعه بصنع أجسام مضادة ويهاجم بها الغدة الدرقية، راح يحدث فيها التهابات ويعرقل العمل تاعها. لمالادي داشيموتو تقدر تكون وراثية كما تقدر تكون بسبب عوامل خارجية. الأعراض اللي راح تظهر في هذه الحالة هي نفس أعراض خمول الغدة الدرقية، وحتى العلاج راح يكون نفسه، راح يكون العلاج بتلقي هرمون سينتيتيك تيروكسين صناعية كيما ليفوتيروكس، على عكس فرط نشاط الغدة الدرقية اللي راح يتم علاجه بأدوية أخرى راح يوصفها الطبيب، من أشهرها لوكاربيمازول ولا لوبازدان. أنا بهذا نكون وصلت إلى نهاية الفيديو، اللي بقالوا أي إضافة ولا استفسار يتفضل بها. وفي الأخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت،
وإليه أنيب. سلام.